معنا من اسطنبول مباشرة إبراهيم الحريري مراسل أورينت نيوز. أهلا بك إبراهيم. نبدأ من هذه الألغام الأرضية التي ما زالت حتى اللحظة موجودة وما زالت تقتل طبعا أناس مدنيين في محافظة درعا. إليك ومزيد من التفاصيل حول هذه الألغام ولماذا لم يتم إزالتها حتى اليوم. بالضبط وسام، يعني وصل أعداد المدنيين الذين قتلوا جراء هذه الانفجارات بالألغام التي خلفتها ميليشيا أسد الطائفية في المنطقة إلى أكثر من 40 مدني منذ سيطرة ميليشيا أسد الطائفية على عموم محافظة درعا في مناطق متفرقة. كما نعلم أن الآن هو موسم للزراعة في محافظة درعا، وبالتالي تزايدت أعداد القتلى المدنيين جراء هذه الانفجارات. طبعا يعني المدنيون وجهوا نداءات لميليشيا أسد الطائفية لإزالة هذه الألغام وحتى القنابل العنقودية التي كانت تلقيها روسيا على قرى محافظة درعا، لكن يعني تخلفت ميليشيا أسد الطائفية ولم يستجب الاحتلال الروسي لمطالب المدنيين بإزالة هذه المخلفات التي كانت تودي بعض الأحيان بأرواح أطفال وليس فقط كبار في العمر، يعني المزارعين وما شابه، إنما الأطفال كانوا يعني لهم نصيب من انفجار القنابل العنقودية بين أيدي هؤلاء الأطفال، وبالتالي وصل عددهم إلى 40 يعني مدني قتلوا جراء هذه الانفجارات كما وثق مكتب توثيق الشهداء والمعتقلين في محافظة درعا. هذا بالنسبة للانفجار الألغام. أما بالنسبة لعمليات الاعتقال التي طالت مؤخرا عدد من قادة فصائل المصالحات تحديدا في مدينة نوى، بداية الأمن العسكري هو من نفذ هذه الاعتقالات، لكن بأوامر من الأمن القومي كما يسمى الآن، وهو المسؤول عن كامل الأجهزة الأمنية في الجنوب يعني، وهو من أصدر أمر اعتقال هؤلاء القادة، وجاءت الدوريات أيضا مساندة من دمشق. للعلم أيضا ليس فقط هذين القائدين الذين تم اعتقالهم هم من كانوا مستهدفين بهذه الحملة، الحملة كانت موجهة لأكثر من قائد في مدينتنا، ولكن يبدو أن أخبار وصلت وبالتالي يعني فروا من منازلهم التي دوهمت من قبل عناصر ميليشيا أسد الطائفية، وتم اعتقال هؤلاء الاثنين فقط. للعلم هؤلاء الاثنين يعملون بشكل منسق مع ميليشيا أسد الطائفية، أحدهما يعمل بالتنسيق مع المخابرات الجوية والآخر يعمل ببيع السيارات أو ربما يصل بيع الأسلحة. طيب. لصالح ميليشيا حزب الله وإيران في المنطقة كما ذكرت لنا مصادر وسام. نعم بالضبط هذا الموضوع، يعني ليسوا هذين الشخصين ليسوا لربما أول اثنين يتم اعتقالهم من قبل نظام الأسد وسبقهم الكثير من قادة الفصائل. السؤال الآن، تهم مفصلة على القياس، يتم إلقاء القبض على قادة الفصائل ممن وقعوا تسويات أو ما يسمى بمصالحة في الجنوب السوري. ماذا عن القادة الآخرين؟ لماذا لربما لم يتحركوا؟ لماذا لم يطالبوا بما وقعوا عليه على أقل تقدير؟ يعني لماذا لم نسمع أي صوت لهم أو أي مطالبة لهم لعدم اعتقال أي قائد من هؤلاء القادة ممن يتم اعتقالهم ومما لربما سيتم اعتقالهم في قادم الأيام؟ نعم، يعني كل قائد يظن أنه سينجى بقربه من ميليشيا أسد الطائفية أو من المحتل الروسي أو أي جهة كانت من خلال الوعود التي يتلقاها ومن خلال يعني المهام التي توكل إليه. للعلم بعض هؤلاء القادة يعني يتم الإفراج عنه لاحقا، لكن أعداد قليلة، ويذكر ناشطون أن مهام جديدة توكل إلى هذا القيادي، ومن ثم بعد الانتهاء منه سيتم اعتقاله مجددا، يعني وعندما يعني يصل إلى مرحلة سيتم اعتقال الجميع. الآن نتكلم عن قادة فصائل مصالحات مخلصين لبعضهم البعض أو أنهم بمستوى من الشجاعة الذي يؤهلهم أن يرفضوا أو يتحركوا، هم تحت يعني وصاية يعني تحت وصاية ميليشيا أسد الطائفية، وهم بكامل يعني الخضوع لميليشيا أسد الطائفية، وبالتالي لن يستطيعوا أن يتكلموا، حتى أنهم باتوا بغير حاضنة مدنية كانوا يرتكزون عليها سابقا. الآن أي قيادي هو معلق بنفسه فقط، لا ليس لديه أي حلفاء من قيادة فصائل المصالحات، وليس لديه حاضنة مدنية، وليس له اعتبار لدى ميليشيا أسد الطائفية، وبالتالي هو يمضي هذه الأيام على أمل أن ينجى بأعماله التي يقدمها لميليشيا أسد الطائفية، ومن خلال تقديم ولاء أكبر
يعول على ذلك بالنجاة وفقط، هذا ما يعول عليه. للعلم وسام هناك نوعين من الاعتقالات في محافظة درعا بغض النظر عن عمليات اعتقال المدنيين، نتكلم عن اعتقال القادات، هناك نوعين من الاعتقالات. بعض يعني الشخصيات المؤثرة وليس القادة العسكريين في محافظة درعا، الشخصيات المؤثرة الذين التزموا بيوتهم ولم يظهروا ولاء لميليشيا السادة الطائفية يتم اعتقالهم، كما شهدنا مؤخرا تحديدا في المنطقة الغربية شهدنا اعتقالات في المنخل وشهدنا اعتقالات في الحارة والآن في مدينة نوال لقادة الفصائل. لكن الشخصيات المؤثرة هي يتم اعتقالها من قبل ميليشيا السادة الطائفية لأسباب تختلف عن اعتقال هؤلاء قادة فصائل المصالحات، وهي أن ميليشيا السادة الطائفية تظن أنهم هم المسؤولون عن تحريك المقاومة الشعبية، بينما يؤكد ناشطون أن المقاومة الشعبية هي عبارة عن الشخصيات أعداد قليلة جدا لا تنسق مع أحد. ويسن شكرا جزيلا لك إبراهيم الحريري مراسلنا طبعا على كل هذه الإيضاحات وتفاصيل. مراسلنا كنت معنا مباشرة من اسطنبول.